حشي يا سعيد، ضباب هذا مو بديودرنت. احيانا سعيد يبالغ في استعمال البخاخ. ادري ان استعمال مزيلات العرق صار روتين صباحي بحياتنا اليوميه. من المتوقع ان يصل السوق العالمي لمزيل الروائح ومضادات التعرق الى 73 مليار دولار في هذا العام، وباشكالهم المختلفه، سواء على شكل سبراي او رول اون او ستيك. لكن هل هناك في مخاطر يا سعيد من كثره استعمال الديودرنت؟ اول شيء احب انبه ان الكلام اللي يداولونه في الايميلات والسوشيال ميديا عن علاقة الديودرنت مع سرطان الثدي هي إشاعة قديمة وما لها أي أساس علمي، حيث كان الإدعاء أن الألمونيوم اللي يتم امتصاصه في الجسم يشجع على نمو أنسجة سرطان الثدي. لكن المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة أعلن عن عدم وجود أي دراسة تثبت هذه الصلة. حسب دراسة علمية، يتعرض جسم الإنسان في اليوم الواحد لأكثر من 300 مكون كيميائي مختلف، وطبيعي أحياناً تصير ردة فعل زايدة أو حساسية، وقتها لازم نغير الديودرنت ونختار نوع مناسب. بشكل عام، إذا كنت تعاني من مشاكل في التعرق، فالأفضل دائماً استشارة طبيبك لمعرفة المنتج المناسب لك قبل استخدامه. عساكم دوم بصحة وسعادة.